ما تواجد اليوم الكركبة الشركسية وشارك في المهرجان الرقص الشركسي، شو شعور؟ الواقع احنا مش مجرد الرقص، هو تواصل بين القوميات جميعا، وبخص بالذكر اخواننا الشركس، اخواننا الدروز، اخواننا العرب اللي طول عمرهم كانوا بعيدين عن بعض. كان في صعوبة كبيرة انه احنا نشوفهم ويشوفونا، لكن نحمد الله زعماءنا اسسوا لسلام عادل ان شاء الله، واسسوا للزيارات اللي انتم عم بتشوفوها حاليا. كان من الصعب جدا انه احنا نيجي لهون او العكس، لكن هلا صار اسهل بكثير، مع انه عم نجد برضو صعوبة كبيرة في انه نحصل على الفيز للزيارة، يعني ما اجينا بسهولة، لقينا صعوبات كبيرة، لكن الجماعة ذللوا كل هذه الصعوبات، ونتمنى انه الصعوبات تصير اقل من هيك بكثير. يعني لما نقدم احنا لفيزا لزيارة الاهل انها تكون شغلة سهلة جدا، ونتمنى انه كل الحضور ينبسطوا بالحفلة هاي، ينبسطوا بتعارفهم مع الاهل والاحبة، ونتمنى انه تكونوا انتم بعمان، تكونوا بالمهرجانات. عندنا مهرجان جرش السنوي، مهرجان دولي، نتمنى انه فرقكم تيجوا عندنا، نتمنى الاهل يجوا حتى نشوفهم، نتعرف عليهم، نحكي مع بعض، نشكي لبعض، نحكي شعورنا لبعض، افراحنا لبعض، احزاننا لبعض، نكون قريبين على بعض والقلوب عند بعضها.